المكسب النهارده. ما احنا ناقصنا 12 نقطه ربع. خدنا النهارده 3 نقط، يفضل 9 نقط باذن الله رب العالمين، ونبارك رسمي ان شاء الله باذن الله. هو بيقول انا اسامه، انت عايز تقوله مختلف معاك. ناقص 3 ماتشات ولا 4؟ انا مختلف. نعم، ناقص 3 ماتشات ولا 4 ماتشات؟ لا احنا ناقصنا 3 ماتشات عشان نجيب التسع نقط اللي فاضله ان شاء الله باذن الله، وكده تبقى رسمي. اي مش 4 بقى باذن الله رب العالمين. احنا عندنا فيوتشر اسماعيلي نادي الاتحاد باذن الله، ناخدهم خطوه خطوه بس كده ان شاء الله. برضه مختلف معاه مباراه مباراه، ومختلف مع حد تاني. ماشي، مش هقول على اسمه. انا بقول باقي، بقول باقي. بقول اولا الف مبروك للنادي الاهلي، فوز طبعا مستحق وواضح جدا لينا كلنا من اول الماتش. واضح الاهلي مسيطر، الاهلي بيوصل للجون، جاب جونين حلوين الشوط الاولاني. الماتش قلنا عليه من الشوط الاولاني مفتوح جدا جدا، كانك بتلعب بدون وسط ملعب في الاهلي وبدون وسط ملعب في البنك الاهلي. الاهلي بيوصل بسهوله جدا لمرمى ابو جبل، وفرقه البنك الاهلي بتوصل بسهوله جدا لمرمى الشناوي. بس النادي الاهلي هو اللي احرز اهداف من الفرص اللي جات له بالذات الشوط الاولاني، فهو اللي متحكم في الماتش وهو اللي مسيطر. ولكن الماتش مفتوح بدرجه فوق العاديه بالذات كمان، يعني الشوط الاولاني مفتوح والشوط الثاني بقى مفتوح اكتر، ولذلك ما هو ده خلي بالك وضع طبيعي، لان انت كسبان 2-0 الشوط الاولاني، فالوضع الطبيعي ان هو هيفتح مش هيقفل. لا لا هو مفتوح من الاول، هو مفتوح من الاول مش من الشوط الثاني بس. وفي ناس ثانيه ليها اساليب، حتى لما بيبقى مغلوب بيبقى حريص امتى يطلع وامتى ما يطلعش. لكن هو يعني انا مش عايز اقول لفظ، يعني زي ما علاء قال عارف الاستبيع، يعني الماتش بقى مساحات رهيبه. انت في كوره لكريستو رايح بستة ولا خمسة من النادي الاهلي على 2 وعلى 1، بس هو متاخر فيها وقاعد يجري بالكوره يجري بالكوره يجري بالكوره يجري بالكوره، بعد كده بصها متاخر لكهربا. يعني لو من الاول اتلعبت الكره هي اللي جريت مش هو اللي قاعد يجري بالكره، كان وغيره كتير وبيرسيتا واسمه ده وكان احمد عبد القادر قبل ما يطلع. الموضوع مفتوح جدا، والنادي الاهلي كان يقدر رغم ان هو جاب 3 اهداف الشوط الثاني، كان يقدر بسهوله يضيف اهداف تاني غير الهدف الكهرباء جابه في الاخر. وايضا هم مجازفتهم كانت عاليه جدا، ووصلوا سواء من ناحيه يعقوب او من ناحيه بسيوني، ولكن مش ما بينهوش كويس. يعني يا اما مثلا واحده القعود بسهل قوي عدت علي معلول يقدر يسندها بصدره ويجيبها جون، بيلعبها براسه تروح للشناوي. واحده لاحمد ياسر ملعباله حطها بدماغه فوق العارضه قعود، واحده الكريم بامبو خدها على الطاير بس في ايد الشناوي. يعني انا اقصد اللعب كان من هنا ومن هنا، اللعب في كميه جري عاليه جدا، ولكن الملعب واسع جدا واسع جدا من ديفنس النادي الاهلي لغايه اخر واحد اللي هو كهربا او شريف قبل ما يلعب، وبرده واسع جدا من ديفنس البنك الاهلي لغايه كريم بامبو. ففي نص الملعب مساحات رهيبه جدا، لكن النادي الاهلي هو الافضل طبعا. النادي الاهلي هو اللي جاب 3 اهداف، النادي الاهلي هو اللي كان مسيطر على معظم فترات اللقاء طبعا، وفوز مستحق. وانا تاني بقول ان شاء الله الدوري باذن الله في او درع الدوري في دولاب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله رب العالمين. كابتن